أهلا بكم في البرنامج التدريبي الشخصي المقدم من شركة نفط الكويت فريق دعم الصيانة والاعتمادية في شمال الكويت. Welcome to the self-training program presented by Kuwait Oil Company Maintenance Support and Reliability Team at North Kuwait. عنوان هذا البرنامج التدريبي التوربينات الغازية. The title of this training is Gas Turbines. سنقوم في هذا البرنامج التدريبي بطرح أسئلة عن التوربينات الغازية ثم الإجابة عليها. We will present questions about gas turbines and we will provide answer to you. السؤال الأول: ما هي التوربينة الغازية وكيف تعمل؟ What is the operating principle of gas turbine؟ تعتبر التوربينة الغازية آلة احتراق داخلي. Gas turbine is an internal combustion engine. صممت التوربينة الغازية للاستفادة من حركة الغازات الحارة والتي تقوم بتحويلها إلى طاقة دفعية أو تقوم بتحويل حركة الغازات من خلال التوربينة إلى طاقة ميكانيكية لإدارة حمل ما. Gas turbine is designed to accelerate a stream of gas which is used to produce a reactive thrust to propel an object or to produce a mechanical power to turn a load. مبدأ عمل التوربينة الغازية سيتم شرحه في السؤال القادم. The principle of operating the gas turbine can be explained by the following example. في الرسم المرفق أمامك سترى فرن يحتوي على لهب في الأسفل وستجد فتحة صغيرة لدخول الهواء لعملية الاحتراق. عندما يدخل الهواء من الأسفل ستقوم النار بتسخين الهواء. عندما يسخن الهواء ستقل كثافته وسيزيد حجمه أيضا، ما ينتج عن ذلك ارتفاع طبيعي للهواء إلى الأعلى حيث يحل مكانه هواء بارد، وهكذا تكون هناك حركة دائمة للهواء إلى الأعلى. عندما نضع توربينة في المدخنة أعلى هذا الفرن ستقوم هذه التوربينة بالدوران بسبب مرور الهواء الحار بسرعة أعلى عليها، مما ينتج عن ذلك دوران للتوربينة. نستفيد من هذا الدوران في إدارة آلية الشواء في الأسفل. ما تراه أمامك هو أقدم مثال للتوربينة الغازية، حيث أن التوربينة هنا يتم الاستفادة من الغازات الحارة الناتجة من الاحتراق والتي تصعد إلى المدخنة، وذلك لإدارة آلية الشواء. إذن مبدأ عمل التوربينة الغازية قائم على تسخين الهواء وبالتالي الاستفادة من حرارة الهواء ومن تدفقه العالي لإدارة التوربينة. As you can see in this drawing, which is represent a barbecue system, when the cold air enter to the oven from the down area of the oven, it will heat it up by the fire. As the air temperatures increase, its volume will increase and its density will drop, because the relation between the density and volume is inverse relation. So as the air density drop, it will try to escape to the top of the chimney. As it is escaped, it will go with a given speed, which will hit the turbine attached in the top and turn it. This turbine will turn the barbecue mechanism, which will lead us to turn the mechanism and use this energy of air to make the oven work. This is the simplest represent of a gas turbine, which can use the hot stream of air exiting from the chimney to rotate the barbecue mechanism.
إذن سنشاهد في هذا الفيديو ما هو المبدأ الأساسي لعمل التوربينة الغازية. كما نرى عندما نضع مروحة أعلى اللهب الموجود بالأسفل وبسبب سخونة الهواء الموجود حول اللهب فإنه وبسبب انخفاض كثافته سيقوم بالصعود بشكل طبيعي إلى الأعلى، وعندما يصعد إلى الأعلى فإنه يمر على المروحة وبالتالي يقوم بإدارة المروحة. سنقوم بشرح المبدأ التي تعمل عليه التوربينة الغازية في مثال آخر. ارجع إلى الصفحة رقم 5 في هذا البرنامج التدريبي، شاهد الشكل رقم 2. عند الحرف A نلاحظ رسم لإنبوب، ويوجد على طرف الإنبوب الأيسر مروحة تعمل بالكهرباء من خلال موتور كهربائي، ويوجد على الطرف الأيمن مروحة تستفيد من حركة الهواء الخارج لكي تدور. دعنا نتخيل الآن أننا عملنا ثقب في المنتصف، في منتصف الأنبوب، ووضعنا شعلة. ماذا سيحدث؟ الهواء الذي يسحب من المروحة على اليسار التي تدور بالكهرباء سيدخل ثم سيسخن بسبب مروره على الشعلة، ما ينتج عنه ارتفاع درجة حرارته وارتفاع أيضا أو زيادة حجمه. سينتج عن زيادة هذا الحجم دفق وتدفق أعلى للهواء، ما ينتج عنه أن المروحة الموجودة على يمين الأنبوب ستدور بسرعة أعلى. عندما نقوم بوصل المروحتين بعمود واحد، وكلما حافظنا على وجود الشعلة ستقوم هذه المنظومة بإدارة نفسها بنفسها. إذن ما تشاهده الآن هو توربينة غازية، حيث يكون المروحة على الشمال هي الضاغط أو الكمبرسر، والمروحة التي على اليمين هي التوربين أو التوربينة، والشعلة الموجودة في المنتصف تمثل غرفة الاحتراق. إذن دعونا الآن نتعرف على الأجزاء الرئيسية للتوربينة الغازية. الجزء الأول الكمبرسر أو ضاغط الهواء. الجزء الثاني غرف الاحتراق combustion chamber. الجزء الثالث توربين أو التوربينة. يوجد جزء لم نقم بشرحه مسبقا وهو فلتر الهواء air filter، حيث أنه لا بد من دخول الهواء نظيفا وخاليا من الأوساخ والأتربة، وذلك للمحافظة على التوربينة الغازية. السؤال الثاني، ما هي مراحل تطور التوربينة الغازية تاريخيا؟ Gas Turbine History and Stages of Development. التوربينة الغازية لم يقم باختراعها عالم واحد، بل أسهم الكثير من العلماء في تطور التوربينة الغازية، ولكن يعزى الفضل في تطور التوربينة الغازية واستخدامها في الوقت الحالي إلى السيد فرانك ويتل، حيث كان هذا الشخص ضابطا في سلاح الملكي البريطاني، وهو أول من صنع نموذجا يصلح للاستخدام لطيارة حربية تعمل على التوربينة الغازية. لابد من أن نشير هنا إلى أن التوربينة الغازية تأخر ظهورها كثيرا قياسا بالمكائن والآلات الأخرى، ويرجع ذلك إلى أن التوربينة الغازية تحتاج إلى مواد تتحمل الحرارة العالية للغازات الحارة، وبالتالي لابد من أن يتم تصنيع شفرات التوربينة من مواد تتحمل الحرارة العالية. وبحيث أن الهندسة في ذلك الوقت لم تكن متطورة حتى يتم الوصول إلى سبائك من المواد عالية الجودة والتي تتحمل الحرارة العالية، فكان يحدث أن التوربينة عندما تصنع تستهلك عمرها بسرعة، ومن ثم تذوب الشفرات الموجودة على التوربينة بسبب الحرارة العالية. إذن التوربينة الغازية تأخر ظهورها قياسا بالمكائن والآلات الأخرى بسبب صعوبة صناعتها، بسبب عدم توفر المواد التي تصلح لصناعتها ولصناعة الشفرات الخاصة بها.
A gas turbine operates by drawing in fresh air, then compressing it to a higher pressure through its axial flow compressor. Next, fuel is added to the compressed air and burned, which raises the energy level. This high pressure, high temperature air is then sent to an expansion turbine where the gas energy is converted to the mechanical energy of a rotating shaft. The conversion of work in the turbine actually takes place in two steps. In the nozzle section of the turbine, the hot gases are expanded and a portion of the thermal energy is converted into kinetic energy. In the subsequent bucket section of the turbine, a portion of the kinetic energy is transferred to the rotating buckets and converted to work. Typically, more than 50% of the work developed by the turbine section is used to power the axial flow compressor. Since the gas turbine is an ambient air-breathing machine, its performance will be changed by anything affecting the mass flow of the air intake to the compressor. The most obvious are changes in the reference conditions of 59 degrees Fahrenheit and 14.7 PSIA. Depending on the unit's cycle parameters and component efficiencies, ambient temperature will affect the air mass flow, which in turn will change output, heat consumption, heat rate, and exhaust flow. When burning lower heating value fuels, turbine mass flow is increased because more fuel and air are required. This drives up the compressor pressure ratio, eventually encroaching on the compressor surge limit. This means that such a large volume of fuel is required to fire the machine that it begins to push back on the compressor discharge pressure, causing a reverse flow to occur in the compressor. The compressor rotor is assembled by vertically stacking the wheels. First, the compressor forward stub shaft and first wheel are put into the stacking pit with tie bolts in place. Then each wheel is slid vertically over the tie bolts. In the case of the MS-7000EA, there are a total of 17 wheels on the compressor rotor. Once the last wheel and aft stub shaft are stacked, the tie bolts are then torqued. Once the compressor rotor is assembled, it is slow speed balanced to make sure vibration levels meet design standards. GE is a leader in rotating equipment and vibration analysis. Also, field and service shop balancing can be done after the unit is in service. The first step of the assembly of installing the first stage buckets to the turbine wheel is to insert the radial locking pin into the locking bucket dovetail. The first bucket is installed in the counterclockwise adjoining dovetail slot and is held in place with a D key. The remainder of the buckets are installed in this fashion, working around the wheel counterclockwise. The last bucket is installed into its dovetail and the axial locking pin is driven into the wheel. This pushes the radial locking pin up to hold the last bucket in place. All the buckets are now locked onto the turbine wheel. Before the second and third stage buckets are installed, twist locks are put in place. Then the buckets are installed as a 360-degree ring. The ring is worked into the wheel gradually due to the interlocking Z-lock. Once they are installed, the twist locks are rotated to lock them in place. GE is a leader in rotating equipment and vibration analysis. Once the casings are on, the combustion system is installed. Next, the shell cooling air piping is installed. Air comes from off-base blowers to facilitate shell cooling in the turbine and exhaust casings. Then the inlet plenum is installed. After this, the exhaust plenum is put in place. The flex seals keep the exhaust gases from escaping into the turbine compartment or out to atmosphere while allowing for thermal expansion. Finally, the compressor bleed valves are installed. These are operational during startup and shutdown to protect the unit from surge. The number one bearing is installed in the inlet casing,
and the number 2 and number 3 bearings and housings are placed into their respective casings. The lower half is put in first. Then the upper half of the bearings and housings are installed. Then the bearings are aligned with the casings installed. The upper halves of the bearing housings and casings are then removed and the air seals and oil deflectors are installed. The final step is the installation of the rotor and the upper halves of the bearing housings and casings. To assemble the first stage nozzle, the nozzle segments are installed into the support ring. Seals are installed to minimize gas leakage. Alignment pins are then installed to radially align the segments in the ring. To assemble the second stage nozzle, first a core plug is installed in the investment cast piece to allow for even cooling down the center of the bore of the nozzle segment. The diaphragm section is then attached and a pin is installed for nozzle to diaphragm alignment. Wheel space cooling tubes and plugs are installed in the diaphragm. The third stage nozzle is similar to the second stage nozzle, but it is not forced air cooled, so there is no core plug and there are no cooling tubes. The assembly of the combustion system begins with the transition piece bolted to the first stage nozzle on its aft end and supported by the bullhorn bracket on its forward end. Next, the combustion casing is bolted onto the combustion wrapper. Then the flow sleeve slides into the casing. The crossfire tubes are then installed, but pushed out of the way so that the liner may be installed. Once it is, the crossfire tubes are put into the crossfire tube collars in the liner. Retaining clips keep the crossfire tubes in place. Next, the combustion can cover is bolted onto the combustion casing. And then the fuel nozzle is installed onto the combustion can cover. Spark plugs and flame detectors are also installed on certain combustion cans depending on the vintage of the unit. As you know, the upper halves of the casings are removed to allow for internal component installation. All vertical and horizontal bolts are removed, and the casings are lifted off one at a time in the following sequence. First the turbine shell, then the compressor casing, then the inlet casing, then the exhaust casing, and finally the compressor discharge casing. To give you a mechanical analogy, check valves behave the same way as diodes in electrical systems. In this analogy, a fixed pressure to the main manifold is provided by the supply tank. The pressure at the main manifold can be regulated by the check valves A, B, or C. For example, the pressure at point 1 is considered constant at 20 psi. If the pressure at points 2, 3, and 4 are higher than 20 psi, then there will be no control of the pressure at the main manifold. If the pressure at point 2 decreases to 18 psi, and the pressure at points 3 and 4 remain the same, then the pressure at the manifold will be brought down to 18 psi, and system A is controlling. As the operating conditions change, the pressure requirements at points 3 and 4 change. As the pressure, say, at point 3 drops below 18 psi, for example, 17 psi, the manifold pressure will be brought down to 17 psi, causing check valves A and C to close,
and check valve B to open. Therefore, system B is now controlling. The startup control loop controls the rate of fuel addition for several reasons: to establish flame in the combustors, to control the acceleration rate, and to control the rate of temperature change. Acceleration of the turbine rotor must be controlled so as not to exceed the allowable forces on the rotor. Exceeding the limit can cause heavy damage to the rotor. During startup, the airflow rates are low. If there is too much fuel added to the combustors while there isn't enough air, temperatures could get dangerously high, potentially damaging internal hardware. And high fluctuations in temperature can reduce the life of the internal hardware. Different materials heat at different rates, so the rate of temperature change must be limited at approximately 5 degrees per second. The electronic overspeed protection function is performed as shown here. The turbine speed signal derived from the magnetic pickup sensors is compared to an overspeed set point. When the turbine speed signal exceeds the set point, the overspeed trip signal is transmitted to the master protective circuit to shut down the turbine. An electrical overspeed trip message will be displayed. The fuel gas pressure transducer has a DC voltage output directly proportional to pressure input in PSIG. This transducer provides the control system with a feedback signal for the operational fuel gas pressure, or P2 pressure, between the stop speed ratio and gas control valves. The fuel gas vent solenoid valve vents the volume between the stop speed ratio valve and the gas control valve when the solenoid is de-energized. This valve is closed during operation. When it is open, it ensures that during the shutdown period, fuel gas pressure will not build up between the stop speed ratio valve and that no fuel gas will leak past the closed gas control valve. Welcome to the Help menu. Selecting any button will show information about its function. The Help menu button will return you to this screen. When you are finished, the Exit Help button will return you to the course. This yellow band is the button highlight. It is used to recommend a logical path through the course. The suggested path is highly recommended for first-time users. Between which two points in the Brayton cycle is the pressure constant and the volume of the hot gases increasing? Sorry, your choice is incorrect. In a four-cycle reciprocating engine, within which cycle is pressure at its highest? Good, you are correct. السؤال الثالث: ما هي أنواع آلات الاحتراق الداخلي؟ What are the main types of internal combustion engine? كما نعلم، هناك الكثير من الأنواع لآلات الاحتراق الداخلي، ولكننا نستطيع أن نختصرها في ثلاثة أنواع. There are many types of gas turbine and internal combustion engine configuration, but we can summarize them in three main types. النوع الأول gas turbines, التوربينات الغازية. النوع الثاني rotary piston engine, أو المكائن ذات الكباسات الدوارة. النوع الثالث reciprocating engine, أو المكائن الترددية. الآن سنقوم بشرح الأنواع الأساسية من المكائن الترددية. هناك نوعان رئيسيان من المكائن الترددية. There are two ways in which reciprocating engines classified, which are: النوع الأول spark ignition engine، الآلات التي تشتعل بالشرارة. النوع الثاني compression ignition engines، أي الآلات التي تشتعل بالانضغاط. نعرف تماما أن النوع الأول وهو الآلات التي تشتعل بالشرارة تقوم بحرق الكيروسين، بينما تقوم الأنواع الأخرى التي تعمل بالانضغاط بحرق وقود الديزل. وأيضا يوجد هناك طريقة أخرى لتصنيف المكائن الترددية،
وهي أن نقوم بتصنيفها حسب عدد الأشواط. كما نعلم هناك العديد من أنواع المكائن الترددية التي تصنف حسب عدد الأشواط بها، ولكن أشهر الأنواع هو المكائن الترددية ثنائية الأشواط Two Stroke Engine، والنوع الآخر وهو المكائن الترددية رباعية الأشواط Four Stroke Engine. في المكائن الترددية ثنائية الأشواط يوجد هناك شوطان فقط. الشوط الأول يقوم بضغط خليط الهواء والوقود، وفي نفس الوقت يقوم بسحب خليط الهواء والوقود من الأسفل، أي أن الكباس يحتوي على مشوار واحد، ويقوم المشوار الواحد بعمل وظيفتين في آن واحد. الوظيفة الأولى أعلى الكباس نقوم بضغط الخليط الهواء الغاز والوقود، بينما نقوم في أسفل الكباس بسحب خليط الهواء والوقود كما هو واضح في الرسم رقم 6 أمامك. وكما نعلم عندما يقوم شوط الانضغاط بضغط خليط الوقود والهواء وفي وجود الشرارة يحصل انفجار. هذا الانفجار يقوم بإنزال الكباس إلى الأسفل ويسمى بشوط القدرة Power Stroke. وعندما ينزل الكباس إلى الأسفل فإنه يقوم بتحريك عمود الكرانك أو الكرانك شافت، والذي يسمح بإدارة المرفق والعمود، وأيضا يقوم بالتخلص من الغازات المحترقة كما هو واضح أمامك. نقوم الآن بشرح المكائن الترددية رباعية الأشواط. Now we will explain four strokes reciprocating engine. في هذا النوع من المكائن يوجد أربعة أشواط. الشوط الأول يسمى بشوط السحب، حيث نقوم فيه بسحب خليط الهواء والوقود، وذلك بأن يتحرك الكباس إلى أسفل. In this type of engines there are four strokes. The first stroke we name it as induction or suction stroke. Second stroke is compression stroke. Third stroke is the power stroke. The last and fourth stroke is the exhaust stroke. كما نرى في الرسم الموجود أمامك، الرسم رقم 7، عندما نقوم بسحب خليط الهواء والوقود يتحرك الكباس إلى الأسفل. الكباس يأخذ حركته من عمود الكرانك. When we first take the fuel air mixture in the induction stroke, the piston moves down. This movement comes from the crankshaft. في الشوط الثاني وهو شوط القدرة، شوط الانضغاط، نقوم بضغط خليط الوقود والهواء، حيث يتحرك الكباس إلى أعلى كما هو واضح أمامك في الرسم. In the second stroke, as the piston moves up, it compresses the fuel and air mixture. This compression will increase both pressure and temperature. عندما نقوم بضغط خليط الهواء والوقود سيتولد لدينا ضغط وحرارة عالية. ثم بعد ذلك نقوم بإحداث الشرارة، وذلك بتوصيل الدائرة الكهربائية. عندما تقوم الشرارة باشتعال خليط الوقود والهواء يحصل هناك انفجار عنيف. هذا الانفجار يقوم بإنزال الكباس إلى الأسفل، يسمى هذا الشوط بشوط القدرة. When we introduce the spark plug will introduce a spark which will ignite the air fuel mixture resulting in very powerful combustion that will push the piston down. هذا الشوط هو شوط القدرة، وهو المسؤول عن توفير الطاقة اللازمة لتحريك الكباس في الثلاثة أشواط الذي هي شوط السحب وشوط الانضغاط وشوط العادم، وأيضا توفير طاقة إضافية لإدارة الماكينة. This power stroke is responsible for supplying the power to all the other three strokes and also to turn a load. الشوط الرابع هو شوط الإكزوست أو شوط العادم، حيث نقوم في هذا الشوط بارتفاع الكباس إلى الأعلى
ونقوم بطرد الغازات الغير مرغوب فيها، ثم نتحضر إلى شوط السحب مرة أخرى، وهكذا. في هذا الشكل نستطيع أن نرى حركة الكباسات وأيضا حركة العمود الكرانك، وهذا العمود هو المسؤول عن إيصال الطاقة الميكانيكية لتحريك الحمل المرغوب لدينا. إذن نكمل بشرح الأنواع الأخرى من آلات الاحتراق الداخلي. بدأنا بالمكائن الترددية، والآن سنقوم بشرح المكائن الدورانية. أشهر هذه المكائن هي ما يسمى بالوانكل انجن. Most common engine in the rotary piston engines are the Wankel engine. في هذا النوع من المكائن الكباس يكون بشكل مثلث، والحركة الناتجة من حركة دورانية وليست حركة ترددية. In Wankel engines, the piston has a triangular shape and it produces rotating motion rather than reciprocal motion as in reciprocating engines. Main advantage of Wankel engine are its extremely lower weight compared to its power output. الميزة الأساسية لهذا النوع من المكائن هو أن وزنها قليل جدا قياسا بالباور الذي تنتجه. And its low noise and vibration level. لهذا النوع من المكائن مستوى إزعاج ومستوى اهتزازات أقل كثيرا قياسا بالمكائن الترددية. Its main disadvantage is higher fuel consumption and higher pollution level compared to the reciprocating engines. عيوب هذا النوع من المكائن هو أن لها كفاءة حرارية قليلة وتستهلك مقدارا أعلى من الوقود، كما أن مستوى التلوث الناتج من عادم هذا النوع من المكائن يعتبر أعلى قياسا بالمكائن الترددية. Typically, it's more difficult, but not impossible, to make a rotary engine that meet the US emission regulations. هذا النوع من المكائن بسبب أنها تنتج مستوى عالي من غازات العادم قد لا تكون مطابقة للregulations أو الستاندرد الذي تقوم الولايات المتحدة بعمله لهذا النوع من المكائن. The manufacturing cost can be higher, mostly because of the number of these engines produced is no longer as high as the number of piston engines. تكلفة إنتاج هذا النوع من المكائن تكون عادة أعلى إذا قارناها بالمكائن الترددية بسبب ندرة هذا النوع وقلة الطلب العالمي عليه. They typically consume more fuel than a piston engine because the thermodynamic efficiency of the engine is reduced by the long combustion chamber shape and low compression ratio. لهذا النوع من المكائن نسبة انضغاط أقل، كما أنها تستهلك مزيد من الوقود قياسا بالمكائن الترددية. إذن عرفنا المميزات الرئيسية للمكائن الدورانية ذات الكباسات، وأشهر هذه الأنواع هي روتري بيستن إنجن أو يسمونها الوانكل إنجن. كما نرى في الرسم المرفق أمامنا، الرسم رقم 8، صورة ومقطع عرضي للوانكل انجن، حيث نرى أن الكباس فيها له شكل مثلث، والحركة الناتجة منها هي حركة دورانية وليست حركة ترددية كما هو الحال في المكائن الترددية. السؤال الرابع: كيف تصنف التوربينات الغازية عموما؟ How can gas turbine is classified? Gas turbine can be classified as تصنف التوربينات الغازية كما يلي: Gas turbines that produce mechanical power to drive a load, land-based gas turbines. التصنيف الأول هو توربينات غازية تقوم بإنتاج طاقة ميكانيكية لإدارة حمل ما وتكون ثابتة على الأرض. Second type, النوع الثاني: Gas turbines that produce thrust propulsion, which is used to move an airplane. النوع الثاني هي توربينات غازية تقوم بإنتاج دفع، وهذا الدفع يستخدم لدفع الطيارات كما هي المكائن الموجودة في الطيارات المدنية والعسكرية. Third type, open cycle or closed cycle or combined cycle.
التصنيف الثالث للتوربينات الغازية هو من حيث طريقة عملها. هل هذه التوربينة الغازية تقوم بالعمل بنظام الدورة المفتوحة open cycle أو الدورة المغلقة closed cycle أو الدورة المدمجة combined cycle؟ السؤال الخامس: كيف تصنف التوربينات الغازية المستخدمة للطيران؟ How can aircraft gas turbine is classified؟ سنقوم في هذا السؤال بالإجابة على الأنواع الأساسية المستخدمة من التوربينات الغازية في الطيارات. النوع الأول كما تشاهد في الرسم رقم 9 تيربو جيت إنجن. هذا النوع من التوربينات الغازية يستخدم في الطيارات العسكرية، وذلك بسبب ارتفاع قوة الدفع الخارجة منها، وبالتالي السماح بالحصول على سرعات عالية جدا تفيد الطائرات العسكرية. يمتاز هذا النوع من التوربينات أي تيربوجيت باستهلاكه العالي للوقود، وذلك بسبب أن كمية الهواء الخارجة من الضاغط كلها تستخدم داخل غرف الاحتراق كما هو واضح في الرسم رقم 9 أمامك، ولا يوجد كمية من الهواء تقوم بالهروب والدخول إلى قسم الخانق الموجود أسفل أو في آخر التوربينة. إذن هذا النوع من المكائن يمتاز بأن لديه كمية احتراق للوقود عالية، أي أنه يتطلب كمية كبيرة من الوقود، وأيضا يمتاز هذا النوع بأن مستوى الصوت فيه أو الإزعاج الناتج من الماكينة عالي جدا، ونحن نستطيع أن نلاحظ ذلك عندما نشاهد أي طائرة عسكرية، لأن جميع الطائرات العسكرية تستخدم هذا النوع من التوربينات الغازية التيربوجيت إنجن. This type of engine has a major disadvantage, which is higher fuel consumption compared to the other engines. Also, higher noise level. It is used mainly in the military aircrafts. Most common gas turbine that used in turbojet airplanes are turbojet engine. أكثر نوع يستخدم في الطيارات هو النوع من التوربينات الغازية المسمى بالتيربوجيت إنجن أو مكينة التيربوجيت. The original concept, the turbojet is the simplest form of gas turbine. هذا النوع من المكائن هو أحد أبسط الأنواع من التوربينات الغازية. And it's rely on the higher velocity hot gas exhaust to provide the thrust. ويعتمد هذا النوع من التوربينات على قوة الدفع العالية الخارجة من الانجن أو من الماكينة. Its disadvantage today are its relatively higher noise level and fuel consumption. كما قلنا سابقا أن أحد أهم العيوب في هذا النوع من التوربينات هو مستوى استهلاك الوقود عالي جدا، وأيضا مستوى الإزعاج الصادر من هذا النوع عالي جدا قياسا مع الأنواع الأخرى. النوع الثاني من التوربينات الغازية المستخدمة في الطائرات. Now we will explain the second type of the gas turbine used in airplanes. يسمى هذا النوع بالتيربوفان انجن. This type is named as turbofan engine. Turbofan engine is based on the principle that for the same power, a large volume of slower moving air will produce more thrust than a small volume of fast moving air. Turbofan engines is the most widely used in aircraft propulsion. There are two main types of turbofan engines. هذا النوع من المكائن أو هذا النوع من التوربينات الغازية يقوم على مبدأ خلط كمية من الهواء البارد نسبيا مع كمية أخرى من الهواء الخارجة من التوربينة، بحيث نقوم في النهاية بالحصول على دفع أعلى باستهلاك وقود أقل. إذن المبدأ العلمي لهذا التوربينة يقوم على أساس أن نقوم بعمل دفع عالي باستهلاك وقود أقل. هذا النوع من المكائن أو التوربينات يسمى بالتيربوفان إنجن، وهو الأكثر شيوعا في الطائرات. يوجد نوعين أساسيين لهذا النوع، أو يوجد هنالك نوعين أساسيين من هذا النوع.
سنقوم بشرحهما لاحقا. إذن سنقوم بشرح النوعين الأساسيين المنشقين من التوربينات التي تسمى بالتيربوفان انجنز. النوع الأول لو باي باس تيربوفان، والنوع الثاني هاي باي باس تيربوفان. إذن النوع الأول لو باي باس تيربوفان انجن. في هذا النوع كما تشاهد أمامك في الرسم رقم 11، الهواء يدخل من اليسار داخل الضاغط، يقوم الهواء أولا بالدخول إلى المروحة، القسم المسمى بالمروحة، حيث تقوم المروحة بإبطاء سرعة الهواء مما ينتج عن ذلك زيادة في ضغطه. The air is enter on the left of the engine as you can see in figure 11 in front of you. The air will enter to the van section. The van will reduce air velocity which will increase the air pressure. بعد ذلك يقوم الهواء أو جزء من هذا الهواء بالدخول إلى الضاغط، بينما يقوم الجزء الآخر بعمل باي باس، أي أنه لا يدخل داخل الماكينة أو داخل الإنجن، بل يقوم بالاختلاط مع الغازات الحارة التي تخرج من التوربينة على اليمين. Then after the air is being slowed in the van and its pressure increased, that air is divided into two main parts. The first section of this air will flow inside the compressor. Well, in this case, its pressure will be increased. The other section of the air will bypass the combustion chamber and the compressor and exit at the van, at the turbine nozzle. And it will mix with the hot air stream, which will result in higher thrust. Turbovan or bypass engine, the partially compressed airflow is divided some into a central part, the gas generator or core, and some into a surrounding casing, the bypass duct. هذا النوع هو النوع الأول من التيربوفان انجنز ويسمى باللو بايباس تيربوفان. هناك نوع آخر يسمى بالهاي بايباس تيربوفان، سنقوم بشرحه لاحقا. This type of engine named as high bypass turbofan. كما يقول الاسم فإن هذا النوع من المكائن يقوم الهواء بالدخول فيها داخل الضاغط بكمية أقل كثيرا، حيث هنالك كمية كبيرة من هذا الهواء لا يدخل إلى الضاغط، بل نقوم فقط برفع ضغطه من خلال مروره على المروحة، ومن ثم نقوم بخلطه مع الهواء الخارج من الماكينة والذي يتوجه إلى العادم. This type of engine, large portion of air is bypassed the compressor and combustion chamber section, and that's why we name it as high bypass turbofan. Low bypass turbofan, where the air is approximately equally between the gas generator and the bypass duct, is well suited to high speed military usage. في التوربينات الغازية من النوع low bypass فإن كمية الهواء الذي نقوم بعمل بايباس له تعتبر قليلة، ما يعني أن كمية الهواء الداخل إلى غرفة الاحتراق عالية، وبالتالي هذا النوع من التوربينات يصلح للاستخدام في الطائرات العسكرية. This type of engines, the low bypass turbofan, is used in the military aircraft because the bypass air is very low, while the high bypass turbofan, which in general reduce or produce lower thrust, is used in the civil airplanes. يستخدم اللو باي باس تيربوفان، هذا النوع من المكان يستخدم في الطائرات المدنية. معظم الطائرات المدنية في العالم تستخدم هذا النوع. What is the main difference between both? ما هو الفرق الأساسي بين اللو باي باس والهاي باي باس؟ المكائن المعروفة باللو باي باس تيربوفان تقوم بإصدار مستوى إزعاج أقل كثيرا، وأيضا استهلاكها للوقود أقل كثيرا مقارنة بالهاي باي باس تيربوفان. ولذلك الطائرات المدنية التي تنقل الركاب في العالم دائما ما تكون من النوع اللو باي باس أو الهاي باي باس عفوا تيربوفان. إذن
النوع الثالث من التوربينات الغازية المستخدمة للطيران ما يسمى بالتيربو بروب انجن. The third type of the gas turbine used in aircraft is the turboprop engine. ما هي التيربوبروب انجن؟ As its name implies, a turboprop used a propeller to transmit the power it produced. في هذا النوع من التوربينات نقوم باستخدام بروبيلر أو مروحة كبيرة، حيث تقوم هذه المروحة بدفع الهواء وبالتالي عمل طاقة دفع تقوم بتحريك الطائرة، أي أن التوربينة الغازية نقوم بالاستفادة من الطاقة الميكانيكية فيها من خلال صندوق تروس نقوم بتوصيله مع التوربينة الغازية، ومن ثم نقوم باستخدام الحركة الناتجة لإدارة المروحة الكبيرة، أي أن التوربينة الغازية هنا لا نقوم بالاستفادة من الغازات المنبعثة منها من التوربينة. In this type of engines, the gas turbine power is used to drive a propeller instead of having thrust that push the airplane. The propeller will accelerate the air, which will move the airplane. النوع الرابع من التوربينات الغازية المستخدمة للطيران، حقيقة هذا النوع لا يسمى بتوربينة حيث لا وجود لتوربينة هنا. هذا النوع يسمى رام جيت انجن. This type, the fourth type of the engines used to propel or to move airplanes or rockets is the ramjet engine. في هذا النوع من المكائن كما نرى في الرسم رقم 15 الموجود أمامك لا يوجد توربينة ولا يوجد أي جزء دوار. في هذا النوع وهو عادة ما يكون موجود في الصواريخ نقوم بإطلاق الصاروخ من خلال آلية الإطلاق على الأرض أو ما يعرف ببطارية الصاروخ، وبعد أن ينطلق هذا الصاروخ في الجو يقوم الهواء بالدخول إليه بسرعة عالية جدا، نستخدم محاقن الوقود وفي وجود الشرارة أو الشعلة نقوم بالإشعال، ومن ثم تندفع الغازات الحارة من قسم النوزل الموجود في الجزء الآخر من هذا المكائن، من هذا النوع من المكائن. هذه الغازات الحارة المندفعة تقوم بدفع الصاروخ. إذن هذا النوع من المكائن يستخدم فقط في الصواريخ. This type of engines, the ramjet engine, is used only on the rockets. In the rockets, there is no rotating parts. This mechanism is done by throwing the rocket from the ground with very high speed. Air will enter inside some sections in the rocket. And there are fuel injectors which will inject fuel, and also there is a spark plug which will introduce the spark. Then there is a very high fire and there is a very high hot gas stream which will move the rocket forward. السؤال السادس: كيف تصنف التوربينات الغازية المستخدمة لإنتاج الطاقة الميكانيكية والكهربائية؟ How can land-based gas turbine classified? There are two types of gas turbine in KOC. يوجد نوعين أساسيين من التوربينات الغازية المستخدمة في شركة نفط الكويت. النوع الأول, the first type is aeroderivative gas turbine. هذا النوع هو توربينة غازية صممت أساساً لتعمل على جناح الطائرات ومن ثم عدل في تصميمها حتى تعمل على الأرض لإنتاج طاقة ميكانيكية. النوع الثاني, second type is industrial gas turbine or the so-called land-based gas turbine, وهي توربينة غازية صممت أساساً لتعمل على الأرض لإنتاج طاقة ميكانيكية. سنرى الآن الاختلاف بين النوعين عندما نذهب إلى الأسئلة الأخرى. تصنف التوربينات الغازية أيضاً بطريقة أخرى. There are another way to classify the gas turbine, which is the open cycle and closed cycle. We will explain now the open cycle gas turbines. Open cycles gas turbines have two main configurations.
single shaft and double shaft. هنالك تصنيفات عديدة للتوربينات الغازية. سنقوم الآن بشرح التوربينات الغازية ذات الدورة المفتوحة open cycle gas turbine. التوربينات الغازية ذات الدورة المفتوحة هنالك نوعين أساسيين. النوع الأول single shaft gas turbine أو التوربينة الغازية التي تحتوي على عمود دوران واحد. ويوجد أيضا double shaft gas turbine أو التوربينة الغازية التي تحتوي على عمودين للدوران وليس عمود واحد. single shaft gas turbine توربينة الغازية ذات عمود الدوران الواحد. It is the simplest form of land-based gas turbine where compressor and turbine are connected via the same shaft yet they have the same speed of rotation. في هذا النوع من التوربينات والتي تسمى بالتوربينات الغازية ذات العمود الواحد تكون التوربينة والضاغط في عمود واحد ولديهما سرعة دوران واحدة أي أنهما يكونان مثبتان على نفس العمود. إذن النوع الثاني من التوربينات الغازية ذات الدائرة المفتوحة هو ما يعرف بالتوين سبول غاز توربين أو التوربينة الغازية ذات عمود الدوران الثنائي. This type is more complex configuration of gas turbine. هذا النوع معقد أكثر. In this engine there are two concentric shafts. The first shaft is the low pressure shaft and the other shaft is the high pressure shaft. في هذا النوع من التوربينات يوجد عمودين للدوران. أحدهما داخل الآخر. العمود الأول يسمى بعمود الضغط المنخفض والعمود الثاني عمود الضغط المرتفع. Both shafts have different rotating speeds. لكل عمود دوران سرعة تختلف عن الآخر. The main advantage of this configuration is that the startup torque required is minimized. في هذا النوع من التوربينات وبسبب انفصال عمود الضغط المنخفض عن عمود الضغط المرتفع وبالتالي وزن عمود الدوران هنا يعتبر أقل كثيرا لأنهما عبارة عن عمودين منفصلين وبالتالي فإن الجهد اللازم لبدء الإدارة لهذا النوع من التوربينات أقل كثيرا قياسا بالتوربينات الغازية ذات عمود الدوران الواحد. In this type of gas turbine the startup torque required is minimized compared to the single shaft where the same load since only high pressure shaft needed to be turned. Also compressor surge in this type is minimized. أيضا ظاهرة اضطراب الهواء داخل الضاغط تكون أقل كثيرا في هذا النوع قياسا بالنوع الثاني. Also this type of engines is shorter and smaller and lighter than the single shaft engine. في هذا النوع من التوربينات هذا النوع يمتاز بأن وزنه أقل حجمه أقل. But the main disadvantage of this configuration is additional complexity to the design and added cost. هذا النوع له عيوب أهمها أنه معقد أكثر وسعره مرتفع أكثر. نشاهد في الصورة أمامك في الرسم رقم 20 Twin Spool Gas Turbine أو توربينة غازية ذات عمودين للدوران ويكون العمود داخل العمود الآخر حيث أن العمود الأول يسمى باللو بريشر روتر والعمود الثاني هاي بريشر روتر. النوع الثالث من التوربينات الغازية المستخدمة لإنتاج الطاقة الميكانيكية والكهربائية هو ما يعرف بالغاز جنريتر أند باور توربين أو ايرو ديريفاتيف غاز توربين. The third type of the gas turbine after we explain the single shaft and the twin spool shaft, we will explain the gas generator and power turbine configuration or the so-called aeroderivative gas turbine. In this configuration, the gas turbine is used as a gas generator. في هذا النوع من التوربينات نقوم باستخدام التوربينة الغازية كتوربينة لإنتاج الغاز الغازات الحارة فقط. The gas turbine provides stream of hot gases which turn the power turbine on the lift and the power turbine turns the load. في هذا النوع من المكائن يقوم التوربينة الغازية أو ما يعرف بالغاز جنريتر بإنتاج الغازات الحارة
وهو يكون موجود على عمود دوران منفصل بذاته، ويوجد عمود دوران آخر يعرف بالباور توربين أو توربينة القدرة، تقوم بالاستفادة من الغازات الحارة الخارجة من التوربينة الغازية الأساسية أو الغاز جنريتر، وذلك بالاستفادة من حركة هذه الغازات وتحويلها إلى طاقة دورانية لإدارة الحمل المطلوب. The fourth type of the gas turbine classification is the combined cycle gas turbine. النوع الرابع من التوربينات الغازية هو ما يعرف بالتوربينات الغازية ذات الدورة المشتركة combined cycle gas turbine. وينقسم هذا النوع إلى نوعين أساسيين. النوع الأول single shaft combined cycle أو توربينة غازية ذات دورة مشتركة لها عمود دوران واحد، والنوع الثاني هو توربينة غازية ذات دورة مشتركة لها عمودين للدوران. There are two main types of the combined cycle gas turbine. The first type is the single shaft combined cycle. The other type is the two shaft combined cycle. We will explain the first type, single shaft combined cycle. سنقوم بشرح النوع الأول وهو التوربينة الغازية ذات الدورة المشتركة التي تحتوي على عمود دوران واحد. دعونا أولا نشرح ما هي الدورة المشتركة. الدورة المشتركة تقوم التوربينة الغازية بسحب الهواء من خلال الضاغط والاستفادة من هذا الهواء، وذلك بضغطه داخل الضاغط، ومن ثم يدخل الهواء إلى غرف الاحتراق، حيث تقوم غرف الاحتراق برفع درجة حرارة الهواء من خلال الوقود، ومن ثم يقوم هذه الغازات الحارة بالدخول إلى التوربينة، ومن ثم عمل طاقة ميكانيكية. ولكن هذه الطاقة الميكانيكية عندما نقوم بالاستفادة منها من خلال التوربينة الغازية، الهواء أو الغازات الحارة الناتجة والخارجة في العادم أو في المدخنة، عادة في الدورة المفتوحة أو في الأوبن سايكل نقوم بقذف هذه الغازات إلى الهواء أو إلى الأتموسفير أو المحيط الخارجي، ولكن في الدورة الغازية المشتركة أو في الكومباين سايكل غاز توربين نقوم بإدخال هذه الغازات الحارة داخل غلاية، حيث نقوم بتسخين المياه وبالتالي إنتاج بخار، وهذا البخار يدخل على توربينة بخارية لنستفيد من إنتاج لنستفيد من هذه الطاقة من خلال إنتاج طاقة ميكانيكية أخرى، وتكون التوربينة الغازية والتوربينة البخارية على عمود دوران واحد، ولذلك سميت single shaft combined cycle كما هو مرفق أمامك في الرسم رقم 22. هنالك رسم يبين لك ما هي single shaft combined cycle. In single shaft combined cycle arrangement, we have a steam turbine and a gas turbine are connected on the same shaft. The gas turbine produce high temperature gases. This gas is introduced inside the heat recovery steam generator, in which water is supplied, steam is generated, that steam is taken and supplied inside the steam turbine to produce a mechanical power. In this arrangement, as we said, the gas turbine shaft and the steam turbine shaft have the same shaft. This means that they have the same rotation. The other type of combined cycle gas turbine is the two shaft combined cycle. النوع الثاني من التوربينات الغازية ذات الدورة المشتركة هو التوربينات الغازية ذات الدورة المشتركة التي تحتوي على عمود دوران منفصل للتوربينة الغازية وعمود دوران منفصل للتوربينة البخارية كما هو واضح أمامك في الرسم رقم 23. In this type, we have steam turbine on different shaft and a gas turbine in another shaft. They are not connected to each other. The gas turbine generate the hot gases, and this hot gases is introduced inside the heat recovery steam generator. The steam generated will supply to the steam turbine, which will turn a load on a separate rotor. So there are two separate rotors, steam turbine rotor and gas turbine rotor. في هذا النوع من التوربينات الغازية يكون عمود الدوران التوربينة الغازية منفصل تماما عن عمود دوران التوربينة البخارية. The fifth type of the gas turbine
is the closed cycle gas turbine. النوع الخامس من التوربينات الغازية المستخدمة لإنتاج الطاقة الميكانيكية والكهربائية هو التوربين الغازية ذات الدورة المغلقة. Closed cycle gas turbine are not so common like open cycle. هذا النوع من التوربينات ليس شائعا كما هو الحال في التوربينات الغازية ذات الدورة المفتوحة. On this engine, the working fluid that is exit from the turbine is goes through the heat rejection process and recycled again as input for the compressor. في هذا النوع من التوربينات مائع الذي يقوم باستخدامه داخل التوربينات يقومون بإدخاله داخل الضاغط. ذلك المائع لا يكون هواء بل يكون في معظم الأحوال هيدروجين، غاز الهيدروجين أو غاز الهيليوم، حيث نقوم بإدخال هذا الغاز داخل الضاغط. ينضغط الغاز ثم يقوم بالدخول إلى مبادر حراري، نقوم بإضافة حرارة للغاز، يتمدد الغاز، يقوم بعمل شغل داخل التوربينة كما هو واضح في الرسم رقم 24 أمامك، ثم يخرج من التوربينة ليذهب إلى heat rejection أو إلى مبادر حراري يقوم بفقد الحرارة، ثم نقوم بإدخالها مرة أخرى إلى الضاغط. كما ترون الدورة مغلقة، الدورة مغلقة، وما ينتج من طاقة ميكانيكية في التوربين نقوم بالاستفادة منه لإدارة حمل ما. In this type of engines, the gas turbine is turned by introducing a working fluid inside it. This working fluid will compressed in the compressor section. Then we will add the heat to this working fluid by means of heat exchanger. After that, the gas is heated. The gas will expand inside the turbine. A work is generated in the turbine, which will be transferred to the load, our load. Then the gas will exit from the turbine to the heat rejection stage. In this case, we have to remove this heat from the gas. Most common gas is used is hydrogen or helium. This type of gas turbine is used only in nuclear power plants. هذا النوع من التوربينات يستخدم عادة في التوربينات أو في محطات القوى النووية. السؤال السابع، ما هو وجه المقارنة بين آلة الاحتراق الداخلي وآلة الاحتراق الخارجي؟ What is the difference between internal and external combustion engines? We will introduce the difference now. 1. External combustion engine, heat addition take place outside the engine, while an internal combustion engine, heat addition take place inside the engine. في آلة الاحتراق الخارجي نقوم بإضافة الحرارة خارج الماكينة أو خارج الانجن، بينما في آلة الاحتراق الداخلي الحرارة تضاف داخل حدود الانجن أو داخل حدود الماكينة. 2. External combustion engines have the ability to burn any fuel. في آلات الاحتراق الخارجي نستطيع استخدام أي وقود، ليس مهم هنا أن يكون الوقود نظيفا. Internal combustion engines, liquid or gaseous fuel are required. في الآلات الاحتراق الداخلي نحتاج إلى وقود غازي أو وقود سائل فقط، لا نستطيع مثلا أن نقوم بحرق الخشب أو الفحم داخل آلات الاحتراق الداخلي. لاستحالة ذلك عمليا نحتاج إلى وقود غازي أو وقود سائل. الاختلاف الثالث، In external combustion engine, complete combustion is ensured. نستطيع أن نؤكد الاحتراق الكامل في الآلات الاحتراق الخارجي، while in internal combustion engine we cannot utilize all of fuel energy. لا نستطيع في آلات الاحتراق الداخلي أن نقوم بحرق الوقود احتراقا تاما تماما. الاختلاف الرابع، in external combustion engine less pollution since complete combustion. بما أننا نستطيع أن نضمن احتراقا كاملا في الآلات الاحتراق الخارجي فلدينا less pollution، لدينا تلوث أقل، بينما in internal combustion engine more pollution since incomplete combustion، لدينا تلوث أكثر بسبب الاحتراق غير الكامل. نقطة خمسة، mostly closed cycle. External combustion engine are mostly closed cycle, which is better to fix control the properties of the working fluid.
عادة ما تكون آلات الاحتراق الخارجي لديها دورة مغلقة، بينما في آلات الاحتراق الداخلي mostly it is open cycle. الاختلاف السادس last point: external combustion engine have lower heat rate, more efficient because it is have complete combustion, while an internal combustion engine it has higher heat rate, which means it is less efficient. في آلات الاحتراق الخارجي وبسبب الاحتراق الكامل نستطيع الحصول على كفاءة أعلى، بينما في آلات الاحتراق الداخلي الكفاءة تكون أقل بسبب أن الاحتراق لا يكون عادة كاملا. السؤال الثامن: ما هو وجه المقارنة بين التوربينات الغازية والتوربينات البخارية؟ يوجد أمامك الرسم رقم 25 على اليسار وهو يتعلق بالسعر. نرى أن التوربينة البخارية سعرها أغلى كثيرا لأنها تحتاج إلى أعمال مدنية وإنشائية كثيرة. التوربينة الغازية نجد أن سعرها قليل جدا لأنها عادة ما تأتي على شكل باكج أو على شكل منظومة متكاملة داخل علبة متكاملة، وبالتالي لا تكلف كثيرا، كما أن أعمالها الإنشائية والمدنية قليلة جدا. بينما التوربينة الغازية والتوربينة البخارية عندما يكونون داخل دورة مشتركة كما هو واضح بالرسم رقم 25 على اليسار، يكون السعر بالمنتصف ما بين التوربينة الغازية والبخارية. Steam turbine normally has the highest price because of added civil work required, while gas turbine are much lower cost because it is normally come as a package. في الرسم الموجود على اليمين، الرسم رقم 26 requirement for water in various power plants، عندما نقارن نرى أن التوربينة البخارية تحتاج المياه دائما، بينما التوربينة الغازية لا تحتاج عادة إلى كميات كبيرة من المياه. If we look at figure number 26, steam turbine need water, this is for sure, because the working fluid is actually water. But in gas turbine, normally it's required very little amount of water, and there are some engines that required zero water. سنقوم الآن بشرح الفرق بين التوربينات الغازية والتوربينات البخارية. Steam turbine external combustion engine, while gas turbine is internal combustion engine. التوربينات البخارية هي توربينات ذات احتراق خارجي، بينما التوربينات الغازية تعتبر آلة احتراق داخلي. Next, steam turbine is more complex and required more auxiliaries, while gas turbine is simple and has much less auxiliaries. التوربينات البخارية معقدة كثيرا، كما أنها تحتاج أنظمة مساعدة كثيرة، بينما التوربينات الغازية بسيطة جدا، كما أنها تحتاج إلى أنظمة مساعدة أقل كثيرا. Steam turbine start-up time is long, while gas turbine start-up time is much less. التوربينات البخارية تحتاج إلى وقت طويل جدا للتشغيل، قد يمتد إلى 5 أو 7 ساعات، بينما التوربينات الغازية تحتاج وقتا أقل كثيرا للتشغيل، قد يمتد إلى دقائق قليلة فقط. Steam turbine has higher efficiency, while gas turbine has lower efficiency. التوربينات البخارية عادة ما تكون ملحوقة بأنظمة مساعدة تسبب لها كفاءة عالية جدا، وذلك لأننا نستفيد من الطاقة المهدرة، بينما في التوربينة الغازية عادة لا تحتوي على أنظمة مساعدة كثيرة، وبالتالي لها كفاءة منخفضة، لأن الأنظمة المساعدة التي تقوم برفع الكفاءة فيها منخفضة ولا تتواجد عادة، مما يؤدي إلى أن كفاءتها أقل. Steam turbine installation cost is very expensive, while gas turbine installation cost is cheap. التوربينات البخارية يكون سعر إنشائها مكلف جدا وعالي جدا، بينما التوربينة الغازية بسبب بساطتها وقلة الأنظمة المساعدة فيها فإن سعرها يكون أقل. Steam turbine required large area, more civil work, while gas turbine can be built anywhere and has much less civil work. التوربينة البخارية تحتاج إلى مساحة كبيرة، كما أن الأعمال المدنية فيها كثيرة جدا، بينما التوربينة الغازية لا تحتاج إلى مساحة كبيرة للإنشاء، وأيضا
الأعمال المدنية فيها قليلة جدا. Steam turbine cannot be portable, while gas turbine is available as a portable option. التوربينة الغازية لا نستطيع أن نقوم بعمل توربينة بخارية تكون متنقلة. لا يوجد توربينة بخارية متنقلة، بينما التوربينة الغازية المتنقلة موجودة ومتوفرة. Steam turbine strongly depend on water. Cannot build far away from large water source. But gas turbine, some configuration does not use water at all. التوربينة البخارية تعتمد اعتمادا كليا على الماء، ولذلك لا نستطيع بناؤها عن بعيدا عن مصدر مياه. بينما التوربينة الغازية يوجد بعض التصميمات التي لا تحتاج اطلاقا الى المياه. Steam turbine weather condition has a small effect on the unit performance. في التوربينات البخارية لا يؤثر الطقس الجوي على عملها كثيرا، قد يؤثر ولكن يؤثر بشكل بسيط جدا. بينما gas turbine strongly affected by weather condition، التوربينة الغازية تتأثر كثيرا بالطقس وعوامل الطقس الجوي، وسنرى ذلك لاحقا في السؤال القادم. إذن نكمل ما هو وجه المقارنة بين التوربينات الغازية والتوربينات البخارية. Steam turbine required long time for installation, while gas turbine has shorter installation time. التوربينات البخارية تحتاج إلى وقت طويل للإنشاء، وذلك بسبب كثرة الأعمال المدنية وأيضا كثرة الأنظمة المساعدة. بينما التوربينة الغازية بسبب قلة الأعمال المدنية وقلة الأنظمة المساعدة نجد أنها لا تحتاج وقت كبير للإنشاء. Steam turbine has lower noise level, while gas turbine has higher noise level. التوربينة البخارية لها مصدر لها مستوى إزعاج أقل، بينما التوربينة الغازية مستوى الإزعاج بها أعلى كثيرا. Steam turbine are not as flexible as gas turbine. Additional cycle cannot be added. While gas turbine has more flexible and has different configuration. التوربينة الغازية لا نستطيع أن نقوم بعمل أشكال مختلفة للتوربينة الغازية، بينما التوربينة البخارية بينما التوربينة الغازية نستطيع أن نقوم بعمل أشكال وأنماط مختلفة بسبب أنها more flexible، أي أنها مرنة أكثر، قابلة لأن تتغير، وأن نقوم بعمل إضافات فيها أكثر من التوربينة البخارية. Steam turbine has long life if good maintenance is applied, while gas turbine has shorter life. التوربينة البخارية لها عمر افتراضي أعلى من التوربينة الغازية، ويرجع سبب ذلك إلى أن التوربينة الغازية تعمل عند حرارة مرتفعة جدا بسبب أن الاحتراق يوجد داخلها، بينما التوربينة البخارية الاحتراق يكون في الغلاية أو في البويلر، وبالتالي الحرارة التي تتعرض لها التوربينة البخارية تكون أقل، ما ينتج عن ذلك أن عمرها الافتراضي أطول. Steam turbine has long life because its temperature is much lower, the operating temperature is much lower compared to the gas turbine. Steam turbine has much larger capacity per unit, up to 1,800 megawatt for single unit, while gas turbine is much smaller in capacity. في التوربينات البخارية نستطيع الوصول إلى حجم كبير جدا، وبالتالي قدرة كبيرة جدا، بينما في التوربينات الغازية لا نستطيع الوصول إلى حجم كبير جدا وسعة كبيرة جدا بسبب الحرارة العالية. Steam turbine lower operating cost since lower heat rate, while gas turbine has higher operating cost since higher heat rate. الكفاءة في التوربينة البخارية أعلى، وبالتالي الأوبريتنج كوست فيها أو التكلفة التشغيلية فيها تكون أقل، بينما ترتفع التكلفة التشغيلية في التوربينة الغازية. Steam turbine has lower operating temperature, while gas turbine has higher operating temperature. في التوربينة البخارية الحرارة فيها أقل كثيرا، بينما الحرارة في التوربينة الغازية تكون أعلى. Steam turbine can utilize any fuel, while gas turbine depend only on natural gas or diesel. في التوربينة البخارية نستطيع أن نستخدم أي نوع من الوقود، نستطيع أن نحرق الوقود النووي، نستطيع أن نحرق
فحم، نستطيع أن نحرق الغاز، نستطيع أن نحرق جميع الأنواع الوقود، النفط الثقيل، النفط الخام، بينما في التوربينة الغازية نحتاج إلى وقود نظيف، عادة ما يكون وقود غازي ناتشورال غاز أو ديزل. Steam turbine load changing is slow in comparison, while gas turbine load changing is very fast. نستطيع تغيير الحمل على التوربينة البخارية بطريقة على التوربينة الغازية عفوا بطريقة سريعة، بينما لا نستطيع تغيير الحمل في التوربينة الغازية بسرعة، في التوربينة البخارية آسف بسرعة. السؤال التالي: ما هو وجه المقارنة بين التوربينات الغازية والمكائن الترددية؟ What is the difference between gas turbine and reciprocating engines? As we know, both engines are internal combustion engines. كما نعلم، جميع هذه المكائن تصنف كآلات احتراق داخلي. سنقوم الآن بمعرفة الفروق الرئيسية بينهما. Reciprocating engines has larger size and weight, while gas turbines has much smaller size and weight for the same power output. So, التوربينات الغازية لها حجم ووزن أقل كثيرا من المكائن الترددية عندما نقوم بتوحيد القدرة الخارجة، عندما نتكلم عن توربينة غازية 100 حصان وماكينة ترددية 100 حصان، فإن التوربينة الغازية سيكون لها حجم ووزن أقل كثيرا من المكائن الترددية. Second, higher reciprocating engines has higher efficiency for medium range, while gas turbine has lower efficiency in medium range, but higher efficiency in range of power greater than 10 megawatt. So, المكائن الترددية لها كفاءة أعلى عندما نتكلم عن أحجام أقل من 10 ميجاوات، ولكن التوربينات الغازية في الأحجام التي تكون أعلى من 10 ميجاوات تكون كفاءتها أعلى من المكائن الترددية. Number 3. The engine put in operation very fast. The reciprocating engine, we put it in operation very fast. Start-up time is very minimum, while gas turbine start-up time is longer. كما نعرف، مكائن الترددية وأشهر مثال على ذلك مكينة السيارات، عندما نقوم بتشغيلها تشتغل في ثانية أو ثانيتين، بينما التوربينة الغازية تحتاج إلى دقيقة أو دقيقة ونص على الأقل حتى تعمل بطاقتها القصوى. Number 4. Reciprocating engine not affected by weather condition. مكائن الترددية لا تتأثر بعوامل الطقس. While gas turbine extremely affected by weather condition. بينما تتأثر التوربينة الغازية كثيرا بعوامل الطقس، ونقصد بعوامل الطقس الحرارة والضغط وكثافة الهواء ونسبة الرطوبة. Number 5. Reciprocating engine cheap in comparison, while gas turbine is very very expensive. المكائن الترددية أرخص كثيرا من التوربينة الغازية، ويرجع سبب ذلك إلى أن التوربينة الغازية تصنع من معادن غالية ومكلفة جدا، مثل خلائط النيكل والكوبالت. Gas turbine is much more expensive because it is made by very expensive alloys. Also, it is made by forming and casting, while gas turbine is machining only. It is generated by machining, or they are producing it by machining. في المكائن الترددية نقوم بصناعتها من خلال المشينينج أو من خلال القص، وليس بالصب والتشكيل كما نقوم بعمل التوربينة الغازية، وهذه الطرق الصب والتشكيل مكلفة جدا. Number 6. Reciprocating engine required reinforced foundation to counter the unbalanced force produced from reciprocating motion, while gas turbine lower vibration has lower vibration energy because of its direct rotary motion. المكائن الترددية وبسبب أنها مكائن ترددية تقوم بإنتاج طاقة أو حركة ترددية، تتحول هذه الحركة الترددية إلى حركة دورانية، ينتج عن ذلك اهتزازات عالية جدا، مما يتوجب علينا عمله أن نقوم بعمل أساسات إسمنتية قوية إذا كانت هذه المكينة تثبت على الأرض، أو بعمل تثبيت قوي لهذه المكينة إذا كانت موجودة في السيارة مثلا. بينما التوربينة الغازية وسبب أنها تقوم بإنتاج طاقة حركية دورانية صرفة، لا تقوم بإنتاج أي طاقة ترددية أو حركة ترددية، وبالتالي مستوى الاهتزازات أو الفايبريشن فيها أقل كثيرا قياسا بالمكائن الترددية.
Number 7. Reciprocating engine produce higher vibration level and noise, while gas turbine more smooth, lower vibration level and noise. مستوى الإزعاج والاهتزازات في التوربين الغازية يكون أقل قياسا بالمكائن الترددية. المكائن الترددية تنتج اهتزازات وإزعاج أعلى. يرجع ذلك طبعا لأن المكائن الترددية فيها كمية احتكاك أعلى. الاحتكاك ما بين الأجزاء الثابتة والمتحركة في المكائن الترددية كثيرة، ما ينتج عن ذلك صوت مزعج أكثر واهتزاز أكثر، بينما التوربين الغازية يكون الاحتكاك بين الأجزاء الثابتة والمتحركة فيها قليل جدا. Number 8. Reciprocating engine practical for low speed high torque application. Cannot used in high speed. While gas turbine preferred for higher speed low torque application. المكائن الترددية تفضل أو يفضل استخدامها في التطبيقات ذات السرعات المنخفضة، لأننا نعلم جميعا بأن المكائن الترددية لا نستطيع أن نستخدمها على سبيل المثال في تطبيق يحتاج إلى سرعة 40 أو 50 ألف دورة في الثانية rotation per minute. هي تستخدم فقط للتطبيقات ذات السرعات المنخفضة والتي تحتاج أيضا إلى عزم دوران عالي higher torque application، بينما التوربين الغازية نستخدمها عندما نحتاج سرعات عالية. It is used for high speed application. وأيضا low torque وعزم منخفضة. ولكن جميعنا يعلم أن التوربينات الغازية المستخدمة في محطات القوة لها عزوم عالية جدا. إذن التوربين الغازية نستطيع أن نستخدمها في التطبيقات ذات العزوم العالية، ولكن دائما ما نستخدمها أيضا للتطبيقات ذات السرعات العالية جدا. Number 9. Reciprocating engine has lower fuel consumption, while gas turbine has higher fuel consumption. التوربينات الغازية تستهلك الكثير من الوقود إذا ما قرناها بالمكائن الترددية. Number 10. Reciprocating engine useful in application which need higher power, while gas turbine useful in application which need lower power to heat ratio. في المكائن الترددية تكون مفيدة جدا أن نستخدمها عندما نحتاج طاقة عالية وحرارة منخفضة، أي أن الطاقة الناتجة من المكائن الترددية تكون عالية جدا، ولكن حرارة الغاز الخارج من العادم قليلة، بينما التوربينة الغازية تعطي طاقة عالية وأيضا الحرارة الخارجة من العادم أو من المدخنة في التوربينة الغازية تكون عالية جدا، نقصد حرارة الغازات. 11. Reciprocating engines supplied fuel pressure is low, while gas turbine supplied fuel pressure is higher. في المكائن الترددية فإن الضغط المطلوب للوقود يكون منخفض قياسا بالتوربينات الغازية، حيث أنها تحتاج إلى ضغط وقود عالي. 12. Reciprocating engines has the ability to burn even heavy fuels, while gas turbine firing heavy fuels is uncommon. المكائن الترددية تستطيع أن تحرق الوقود الثقيل، بينما لا تستطيع التوربينات الغازية ذلك، وإن كان هناك بعض التوربينات الغازية التي تقوم بحرق الوقود الثقيل ولكن هي غير شائعة أبدا. 13. Fuel consumption in reciprocating engines is proportional to the power output, while gas turbines consume more fuel when they are idling due to added compressor work. في المكائن الترددية فإن نسبة استهلاك الوقود تكون متناسبة طرديا مع القدرة المنتجة من الماكينة، بينما في التوربينة الغازية نحتاج الكثير من الوقود لإبقاء التوربينة الغازية في حالة اللا حمل، أي أنها تستهلك الكثير من الوقود عندما تكون في حالة اللا حمل، ويرجع ذلك بسبب الطاقة الميكانيكية المهدرة من قبل الضغط الذي يكون موجود في التوربينة الغازية، بينما لا تحتوي المكائن الترددية على ضغط. 14. Reciprocating engines can be operated with variable load but with good fuel consumption.
While gas turbine, better fuel consumption is indeed in a constant load rather than a fluctuating load. في المكائن الترددية نستطيع أن نغير الأحمال عليها وتكون كمية استهلاك الوقود معقولة ومتناسبة، بينما يفضل أن تعمل التوربينة الغازية عند حمل ثابت وليس حمل متغير حتى لا تستهلك الكثير من الوقود. 15. Reciprocating engine required higher maintenance costs due to more moving parts, while gas turbine required lower maintenance costs. المكائن الترددية تحتاج إلى تكلفة صيانة عالية بسبب احتوائها على قطع كثيرة متحركة وثابتة، وبسبب الاحتكاك العالي فيها بين القطع الثابتة والمتحركة، بينما التوربينة الغازية تحتاج إلى تكلفة صيانة أقل، وذلك لانخفاض عدد القطع المتحركة فيها. 16. Reciprocating engine limited power output to 15 megawatts, while gas turbine has much higher power output. المكائن الترددية عادة ما يكون السعة المنتجة منها محدودة ولا نستطيع الحصول على سعة عالية، بينما نستطيع ذلك في التوربينات الغازية. 17. Reciprocating engines exhaust temperature is relatively low, hence additional firing is required to produce a higher quality steam. While in gas turbine, higher turbine exhaust temperature can be utilized to produce a higher quality steam. في المكائن الترددية وبسبب انخفاض حرارة الغاز من العادم، وبالتالي لا نستطيع الاستفادة من هذا الغاز لتسخين البخار، بينما نستطيع ذلك في التوربينة الغازية، وذلك بسبب ارتفاع حرارة العادم في التوربينة الغازية. 18. In reciprocating engines, all four process intake, compression, power and exhaust are occur in one section, the piston, while in gas turbine, each process has a separate section. كما نعلم في المكائن الترددية نقوم بعمل شوط الانضغاط وشوط السحب وشوط القدرة وشوط العادم، كلها تكون موجودة من ضمن الكباس والأسطوانة الخاصة به، أي أنها في مكان واحد، بينما في التوربينة الغازية يقوم كل جزء منها بعمل وظيفة معينة، حيث يقوم مأخذ الهواء أو فلاتر مأخذ الهواء بعمل الاندكشن أو السحب، يقوم الضاغط بعمل ضغط الهواء أو الكمبريشن، تقوم غرف الاحتراق برفع الحرارة أي الكمبستشن، يقوم التوربين بعمل القدرة أو الباور، تقوم المدخنة بأخذ الغازات وإرسالها إلى الهواء المحيط. 19. Reciprocating engines, igniters are needed at all time of operation, while in gas turbine, igniter used only once during startup. في المكائن الترددية التي تعمل بمبدأ الشرارة نحتاج إلى وجود الشرارة أثناء تشغيل الإنجن، بينما في التوربينة الغازية نحتاج الشرارة فقط عند البداية لعمل أو لبداية الشعلة. As we can see in figure 28, which is a compare between internal combustion engines, if we consider the blue line below, which is belong to the gas turbine simple cycle, and the green line above, which is belong to internal combustion engines. As we can see, gas turbine has higher efficiency if we exceed the 100 megawatt power output. Below this line and up to 10 megawatt, reciprocating engine has the higher efficiency. كما نرى في الرسم المرفق أمامك، الرسم رقم 28، فإن كفاءة التوربينات الغازية تكون عالية عندما تزيد سعة التوربينة الغازية، ولكن كلما قللنا السعة بحيث نتجه إلى 10 ميجاوات وأقل، دائما ما تكون المكائن الترددية ذات كفاءة أعلى
قياسا بالتوربينات الغازية. السؤال التالي: أين تستخدم التوربينات الغازية المستخدمة لإنتاج الطاقة الميكانيكية؟ Where are the land-based gas turbine used? المقصود هنا هو أين تستخدم التوربينات الغازية التي صممت أساسا لإنتاج طاقة ميكانيكية؟ ولا نقصد التوربينات الغازية التي صممت لإنتاج طاقة دفعية، حيث أننا نعلم جميعا أن التوربينات التي تنتج طاقة دفعية تستخدم في الطائرات، ولكن السؤال هنا أين تستخدم التوربينات الغازية التي تنتج طاقة ميكانيكية؟ والجواب: تستخدم التوربينات الغازية التي تنتج طاقة ميكانيكية في محطات القوى مثلا لإنتاج الطاقة الكهربائية، كما تستخدم في القوارب والسفن السريعة، وأيضا تستخدم في الهليكوبترز وتستخدم في الدبابات العسكرية. Gas turbine is used as a prime mover in power plant or in marine propulsions, helicopters and also in military tanks. السؤال التالي: لماذا لا نستخدم التوربينات الغازية في السيارات؟ Why gas turbine does not used as a car engine? Gas turbine is not used in cars because لا نستخدم التوربينات الغازية في السيارات عموما، وذلك بسبب they are very expensive. التوربينات الغازية غالية جدا، وذلك بسبب أنها مصنوعة من معادن غالية جدا كالنيكل والكوبالت والتيتانيوم. لماذا تكون مصنوعة من معادن غالية جدا؟ حتى تتحمل حرارة الغازات العالية جدا. كما ذكرنا فإن التوربينة الغازية تعمل عند حرارة عالية جدا قياسا بالمكائن الترددية، وبالتالي لابد من تصنيعها من مواد تتحمل الحرارة. So gas turbine is not used in car because number one, they are very expensive. Number two, the gas turbine consume a lot of fuel if idling because of added compressor work. التوربينات الغازية عندما تكون في حالة اللا حمل، أي أنها تعمل بدوران بدون حمل، تستهلك تقريبا 70 أو 75% من الوقود التي تحتاجه إلى أقصى حمل، ويرجع ذلك بسبب وجود ضاغط يضغط الهواء موجود داخل التوربينة الغازية، ويعتبر جزء أساسي منها، ما ينتج عن ذلك صرف الكثير من الطاقة الميكانيكية حتى إن كنا في وضع لا حمل. Number three, gas turbine are not suitable for variable load application. If the gas turbine is running with 60% of its load, it will consume around 80% of fuel that used in full load. لا تعمل التوربينات الغازية بكفاءة عالية عندما تعمل على أحمال مختلفة. وكما نعلم فإن السيارة أو ماكينة السيارة عموما يجب أن تصمم لتعمل عند أحمال مختلفة، حيث أن السيارة سرعاتها مختلفة، وبالتالي يتطلب ذلك أن تكون التوربينة تستطيع إنتاج أحمال مختلفة، ويعني تغيير الحمل في التوربينة تغير في دفق الوقود، ما يعني سحب وصرف وقود عالي جدا. Number four, startup time for gas turbine is much larger than startup time for reciprocating engines. في المكائن الترددية فإن الوقت اللازم لتشغيلها لا يتجاوز ثانيتين، بينما عندما نضع توربينة غازية بدل الماكينة الترددية في السيارة فإنها تحتاج دقيقة أو دقيقتين تقريبا حتى تعمل. السؤال التالي: لماذا تمتاز التوربينات الغازية بارتفاع أسعارها مقارنة بالمكائن الترددية؟ Why gas turbine are more expensive than reciprocating engines? Gas turbine are manufactured by forming process which is much expensive than machining. التوربينات الغازية عندما نقوم بتصنيعها فإننا نقوم بتصنيعها بطريقة تسمى التشكيل، وطريقة أخرى تسمى الصب، حيث نقوم بصب عنفات أو البليدز أو ريش التوربينة الغازية من خلال طريقة الفورمينج التشكيل والصب كاستينج، وهذه طرق مكلفة جدا، بينما تصنع المكان الترددية بطريقة التصنيع ماشينينج، حيث نقوم بقصها من معدن خام، وطريقة القص هذه طريقة غير مكلفة. Number two, gas turbine are subjected to very high temperature, so they are made from nickel,
كوبلت ألوي which are much more expensive than steel. تصنع المكان الترددية عادة من الستيل من الصلب بينما تصنع التوربينة الغازية والأجزاء الحارة فيها من خلائط النيكل والكوبلت وهذه الخلائط أو المعادن تعتبر غالية. السؤال التالي لماذا لا تصنع المكائن الترددية من نفس المعادن التي تصنع منها التوربينات الغازية مع أنها تتعرض لنفس الحرارة العالية حرارة الاحتراق داخل الكباس؟ Why reciprocating engines are not made from the same material that gas turbine is made, although they are suffer from very high temperature just like gas turbines? الجواب Because the way that the reciprocating engine operate provide better cooling compared to gas turbine. لأن الطريقة التي تعمل بها المكائن الترددية توفر لها تبريد أفضل قياسا بالتوربينات الغازية. When fuel air mixture is enter the hot piston after the exhaust stroke, they will cool down the piston since they have much lower temperature than the piston and engine block. عندما يدخل خليط الهواء والوقود والذي يكون أبرد نسبيا من حرارة المعدن للكباس ولغطاء الماكينة بعد أن نقوم بالانتهاء من شوط العادم يكون هذا الخليط أبرد نسبيا مما يؤدي إلى عمل تبريد وفقد للحرارة لسطح الكباس ولسطح الإنجن. And engine block, although combustion process is complete and all air drawn into the piston is completely utilized, yet highest temperature from the fuel is achieved. وبالرغم من ذلك عندما نقوم بإدخال خليط من الهواء والوقود يكون بارد نسبيا وبالتالي هذا الخليط بسبب حرارته التي تكون أقل يقوم بعمل تبريد يقوم بعمل فقد للحرارة لسطح الكباس من الداخل ما ينتج عنه تبريد لهذا الكباس وأيضا للإنجن بلوك أو للغطاء الخارجي للإنجن أو للمكينة. نكمل الجواب على السؤال. Also the piston and engine block are subjected to heat at small intervals. Pulse heating due to the engine excursive stroke, intake, compression, power, exhaust. المقصود هنا أن المكائن الترددية تتعرض إلى حرارة متقطعة حيث أن شوط السحب يكون شوط بارد نسبيا شوط الانضغاط يكون ذو حرارة منخفضة شوط القدرة الذي يحصل فيه الاشتعال يكون ذو حرارة عالية شوط العادم يكون شوط ذو حرارة أقل وبالتالي لا توجد هناك حرارة مستمرة على الكباس أو على الأجزاء الداخلية للمكائن الترددية. Furthermore, reciprocating engines are cooled by air, outside air, water and lubricated by oil, which are relatively cold. المكائن الترددية هناك الهواء يبردها الهواء الخارجي يبردها وأيضا خليط الهواء والوقود الداخل داخل الكباس أيضا يبردها ولا ننسى أنها مبردة بالماء أيضا الماء يبردها وأيضا مبردة بالزيت لأنه هنالك يوجد دائرة تزييت في المكائن الترددية فهنالك وجود للهواء وللماء وللزيت وكل هذه الأشياء تقوم بتبريد المكينة الترددية. So all of these will improve the overall cooling process and make the average temperature of the engine around 440 degrees C. هذه العناصر الماء والهواء والزيت تقوم بتبريد المكائن الترددية ما ينتج عن ذلك أن درجة الحرارة للمكينة الترددية عموما ستكون بحدود 440 درجة سليسية درجة حرارة الأسطح الداخلية نقصد هنا. While in gas turbine, the turbine are subjected to very high temperature through the entire period of operation. في التوربينات الغازية الوضع مختلف تماما خليط الهواء والوقود يدخل إلى غرف الاحتراق ومن ثم يشتعل ويكون غازات حارة جدا تقوم بضرب التوربينة أو تقوم بأنها تقوم بملامسة التوربينة والحرارة تكون عالية جدا طوال فترة التشغيل ولا يوجد هناك تبريد فعال ما ينتج عن ذلك أن الحرارة تكون عالية جدا وبالتالي يتطلب منا أن نقوم بتصميم التوربينة الغازية من مواد تتحمل الحرارة العالية. السؤال التالي:
كيف يؤثر الطقس والارتفاع على عمل التوربينة الغازية؟ How could weather conditions affect gas turbines؟ كما قلنا مسبقا فإن التوربينة الغازية تتأثر تأثرا كبيرا بعوامل الطقس والجو المحيط. سنقوم هنا بشرح العوامل المختلفة. نأخذ في الاعتبار الحرارة temperature وضغط الهواء atmospheric pressure وكثافة الهواء air density والرطوبة النسبية relative humidity. Let us refer to the ideal gas equation of state. دعونا نرى المعادلة الشهيرة والمسمى بـ ideal gas equation of state والتي تنص على أن الضغط يساوي الكثافة مضروبة في ثابت الغاز مضروبة في الحرارة. Pressure is equal to rho RT. Rho is the density, R is the gas constant, T is the temperature in Kelvin. سنقوم الآن بشرح تأثير الحرارة على التوربينة الغازية. We will explain now the effect of ambient temperature. تأثير حرارة الجو المحيط. Ambient temperature is representing compressor inlet temperature. تمثل لنا حرارة الجو المحيط هي حرارة دخول الهواء إلى الضاغط في التوربينة الغازية. If the temperature drops, عندما تقل حرارة الجو, the air density will increase. كثافة الهواء ستزيد. And hence, heavier air will be compressed by the compressor, which will increase mass flow rate. عندما نقوم بتخفيض حرارة الهواء أو عندما تقل درجة حرارة الهواء, كثافة الهواء تزيد. لأن العلاقة بين الكثافة وحرارة الغاز علاقة طردية. كلما زادت حرارة الغاز كلما ابتعدت جزيئاته عن بعض. معنى ذلك كلما قلت كثافته. بينما كلما قلت درجة حرارة الغاز كلما تجاذبت جزيئاته مع بعضها كلما زادت الكثافة. إذن عندما تزيد الكثافة فإن الهواء سيصبح أثقل, ما ينتج عن ذلك mass flow rate أو كمية دفق الهواء ستكون أعلى. Note that compressor work requirement will increase also. أيضا لا ننسى أن الطاقة الميكانيكية المسحوبة من الضاغط من عمود التوربينة حتى يضغط هذا الهواء الأثقل ستزيد. لكن as heavy compressed air enter the turbine section, it will create extra expansion and more work from the turbine will be produced. Now to put a general statement, we can say as compressor inlet temperature drop, air density increase and turbine outlet power will increase. سنقول هنا أن كلما قلت درجة حرارة الهواء الداخل إلى التوربينة الغازية كلما زاد إنتاج الطاقة في التوربينة الغازية وكلما زادت أيضا الكفاءة. إذن يجب أن نعمل في التوربينة الغازية دائما على تخفيض درجة حرارة الهواء الداخل لها, أو بمعنى آخر تفضل التوربينة الغازية أن تعمل عند درجات حرارة منخفضة. In general, gas turbine require that the turbine inlet, the compressor inlet temperature must be as low as possible to generate much more power and to have higher efficiency. الآن سنقوم بشرح تأثير ضغط الهواء الجوي على عمل التوربينة الغازية. Now we will explain the effect of ambient pressure on the operation of the gas turbine. As ambient pressure increases, air density will increase and the same result in the above point will follows. كلما زاد الضغط الجوي كلما زادت كثافة الهواء وبالتالي كلما زادت كفاءة وطاقة التوربينة الغازية. إذن يفضل أن تعمل التوربينة الغازية عند المناطق التي تكون الكثافة الهواء فيها عالية. مثال, يفضل أن تعمل التوربينة الغازية في الوادي عوضا على أن تعمل في المرتفعات أو في الجبال, وذلك لأن كثافة الهواء عند مستوى سطح البحر يكون أعلى. الآن سنقوم بشرح تأثير الرطوبة النسبية على عمل التوربينة الغازية. Now we will explain the effect of relative humidity of air on the operation of the gas turbine. Most people who haven't studied physics or chemistry find it very hard to believe that humid air is lighter or less dense than dry air. معظم الناس
الذين لم يدرسوا الكيمياء أو الفيزياء سيجون صعوبة في تصديق أن الهواء الجاف أثقل من الهواء الرطب. How can the air become lighter if we added water vapor to it? فعلا كيف يكون الهواء الجاف أثقل علما بأن الهواء الرطب تضاف إليه نسبة من الرطوبة أو نسبة من بخار الماء ما يجعل وزنه أكثر. دعونا الآن نقوم بشرح هذه الظاهرة. Imagine a cubic meter of perfectly dry air. It contains about 78% nitrogen molecules, with each have a molecular weight of 28, two atoms with atomic weight of 14. Also, another 21% of air is oxygen, with each molecular having a molecular weight of 32. The final 1% is a mixture of gases, which we would not worry about. دعونا نتخيل أن لدينا متر مكعب من الهواء. كما نعلم يحتوي الهواء على 78% من النيتروجين والوزن الذري له 28، بينما يحتوي على 21% من الأكسجين والوزن الذري له 32، ويوجد هناك 1 إلى 2% من الغازات المختلفة التي لا تهمنا الآن. So as we add water vapor to our meter cube of dry air, some of the heavier oxygen and nitrogen will escape and they will be occupied by the lighter water vapor with an atomic weight of 18. الآن لنتصور أننا قمنا بإضافة بخار الماء لهذا المتر المكعب من الهواء الجاف. ماذا سيحصل؟ ستقوم بعض من ذرات النيتروجين وذرات الأكسجين بالهروب من خارج هذا المتر المكعب وسيقوم بخار الماء باحتلال مكانهم. الآن بخار الماء وزنه الذري 18، بينما وزن الماء وزن الهواء وزن الأكسجين الذري 32 ووزن النيتروجين الذري 28. إذن عندما نقوم بإزاحة أوزان ذرية 32 و28 ونقوم بإبدالها بوزن ذري 18، إذن نحن في النهاية نقوم بتقليل وزن هذا المتر المكعب، وهذا ما يحدث. So the result is that our meter cube of air will be lighter in weight. That's why dry air is more heavier than humid air. As air humidity decreases, gas turbine power and efficiency will increases. إذن لنعلم تأثير رطوبة الهواء في عمل التوربينة الغازية، المحصلة النهائية أنه كلما قلت رطوبة الهواء كلما زادت كفاءة التوربينة الغازية وزاد مقدار الطاقة التي نستطيع إنتاجها منها. النقطة الرابعة كثافة الهواء. Point number 4 air density. Now we will see what is the effect of air density in the operation of the gas turbine. الآن سنرى تأثير كثافة الهواء على عمل التوربينة الغازية. As air density increases, compressor mass flow will increases and the same concept in the first point will follows. كلما زادت كثافة الهواء كلما زاد الدفق الناتج من التوربينة وبالتالي كلما زادت الكفاءة. أيضا the air density depends on its temperature, its pressure and how much water vapor is in the air. كثافة الهواء تعتمد على حرارة الهواء وعلى ضغط الهواء وأيضا على كمية المياه أو الرطوبة الموجودة في ذلك الهواء. النقطة رقم 5 elevation أو الارتفاع. Point number 5 elevation. Now we will explain the effect of elevation on gas turbine power and efficiency. الآن سنقوم بشرح تأثير الارتفاع على عمل التوربينة الغازية وكفاءتها. Each 100 meter increase in altitude, we will have 1% of gas turbine power drop, since as elevation increases, air density drop. إذن كلما ارتفعنا 100 متر كلما قلت كفاءة التوربينة الغازية بمقدار 1%، وكلما أيضا قلت الطاقة المنتجة منها. لماذا؟ لأن كلما ارتفعنا في الهواء كلما قلت كثافة الهواء. سؤال التالي، ما هي أهم الاختلافات
بين التوربين الغازية المستخدمة للطيران والتوربين الغازية المستخدمة لإنتاج الطاقة الميكانيكية. What is the main difference between land-based gas turbine and gas turbine used in aircraft? Number one, gas turbine in aircraft must have aerodynamic shape to reduce drag, while gas turbine, land-based gas turbine can have any shape. في التوربينات الغازية المستخدمة في الطيارات فإنه يجب أن يكون شكلها انسيابياً حتى نقلل من الاحتكاك أثناء الطيران، بينما لا يشترط ذلك بطبيعة الحال في المكائن أو في التوربينات الغازية التي تعمل على الأرض. Number two, gas turbine in aircraft has no air filtration to avoid blockage, while gas turbine in land-based air filtration is required. لا نستطيع وضع فلاتر للهواء الداخل إلى التوربينات الغازية المستخدمة للطيران، وذلك بطبيعة الحال حتى نتجنب حدوث انسداد في هذه الفلاتر ومن ثم وقوع الطائرة، بينما نحتاج فلاتر لفلترة وتنظيف الهواء عندما تكون التوربينة الغازية في الأرض أو على الأرض. Number 3. Gas turbine for aircraft used only can type combustion chamber, while gas turbine, the land-based gas turbine, is flexible for any type. في التوربينات الغازية المصممة للعمل في الطائرات لا نستطيع أن نستخدم أنواع متعددة من الحراقات ونكتفي فقط باستخدام الحراق ذو العلبة، بينما نستطيع استخدام أي نوع من غرف الاحتراق في التوربينات التي تعمل على الأرض. Number 4. Gas turbine for aircraft must be designed to withstand high vibration level, while gas turbine, the land-based gas turbine, casing and frame are well fixed to the ground. في التوربينات الغازية التي تستخدم في الطائرات فإننا يجب أن نصممها لتتحمل اهتزاز عالي جدا، وذلك بسبب الاهتزازات الناتجة من جناح الطائرة، بينما لا يشترط ذلك في التوربينات التي تعمل على الأرض حيث أنها تكون ثابتة على الأرض أساسا. Number 5. Weight and size is very important in designing the gas turbine used in the aircraft, while weight and size is not so important in the land-based gas turbine. في التوربينات الغازية التي تستخدم في الطائرات فإن الوزن والحجم مهم جدا أثناء التصميم، ولذلك نجد أنهم يصنعون التوربينات الغازية المستخدمة في الطائرات من معادن ذات وزن خفيف كالتيتانيوم، بينما لا يشترط أو لا يكون الوزن مهم جدا أو الحجم في التوربينات الغازية التي تقوم بالعمل على الأرض. Number 6. Gas turbine for aircraft can burn any fuel. Cannot burn any fuel. Liquid fuel only. While gas turbine, land-based gas turbine, can burn natural gas or fuel oil, which diesel. المقصود هنا أن التوربينات الغازية المستخدمة في الطائرات لا تستطيع أن تحرق وقود مختلف، فقط تحتاج إلى وقود سائل تحديدا، وقود سائل، بينما تستطيع التوربينات الغازية الموجودة على الأرض من أن تشعل أو تستخدم وقودا غازيا أو وقودا سائلا. بطبيعة الحال لا نستطيع أن نستخدم وقود غازي في توربينة غازية تعمل في الطائرة، نستطيع فقط أن نستخدم الوقود السائل. Number 7. Turbine is designed to handle fan and compressor work only, where part of energy is accelerated in nozzle to provide thrust. While in land-based gas turbine, turbine is designed to handle compressor work and extra mechanical power to the load. المقصود بذلك أن التوربينة الغازية المستخدمة في الطائرات تصمم التوربينة بحيث تنتج طاقة ميكانيكية كفيلة بإدارة الضغط، وما يتبقى من الطاقة نقوم بإدخاله داخل النوزل أو داخل الخانق حتى نحصل على دفع عالي، بينما في التوربينة الغازية التي تعمل على الأرض فإننا نحتاج الطاقة الميكانيكية من التوربينة لإدارة الضغط وأيضا لإدارة الحمل الخارجي الخاص بنا. Number 8. Gas turbine for aircraft, the aim is to produce thrust. الهدف من تصميمها لتنتج طاقة دفعية، بينما land-based gas turbine, the aim is to produce mechanical power. الهدف من تصميمها لتنتج طاقة ميكانيكية. Number 9. Turbine and compressor size is much smaller, while land-based gas turbine, turbine and compressor size is larger.
نجد أن حجم التوربينة والضغط في التوربينات الغازية المستخدمة في الطيران يكون أقل كثيرا، بينما لا نحتاج أو لا يهم الحجم للتوربينة والكمبرسر في التوربينة التي تعمل على الأرض. Number 10. Cycle modification is restricted in the aircraft gas turbine due to weight issue, while any cycle modification can be added in the land-based gas turbine. المقصود هنا أن التوربينة الغازية المستخدمة في الطيران لا نستطيع أن نعمل إضافات، لأن أي إضافة ستستهلك وزن معين، وبالتالي الوزن مهم جدا في هذه المكائن، بينما نستطيع أن نضيف إضافات تطور الكفاءة في التوربينة الغازية التي تعمل على الأرض، لأن الوزن هنا غير مهم.